رح نبدأ حلقتنا مع الأكبر سناً، المنتج والفنان والحباب والطيب والراقي العراقي مصطفى العبدالله، اللي ترك دراسته مشان الطرب فأصبح من أبرز الأسماء على الساحة الفنية. حسين الطائب يقربنا أكثر منه ويعرفنا على تفاصيله. انت بشدة أبو ضلع أنا ومعبد ماكو مثل طيبتها قبل رأس أمه فنال الرضا من قلبها وحصد ما زرعه من بر وتقوى. في ليلة الرابع من شهر أكتوبر عام 89 احتفلت عائلة العبد الله بطفل جديد بعد أخيه الكبير حاتم، فكان وسط الترتيب بين ثلاثة أخوة وأخت كالأم بحنيتها من مواليد برج الميزان، حكيم ومصدر للثقة، تخرج من معهد أبو ظبي للفنون السينمائية، وكان يحلم بأن يحقق رغبة الوالد أن يكون خليفة له أمام قضاة العدل، والعدل عند مصطفى أن يكمل ما نواه منذ زمن طويل وهو على بعد خطوات من ذلك لينال شهادة البكالوريوس في القانون. مشتاق لك جدو حبيبي، شلونك؟ هذا جدي أبو كريم، أبو أبوي الغالي، مشتاق لك. الله يسلمك، فدوى لقلبك فدوى لوجهك، وفقك الله. الله يسلمك، راضي علي؟ أنت طيب مصطفى، هو وايد وضعك بس تدري محسود عليها؟ لا ما يدرون أنت. شوف أنا صديقي علمني أنه ماكو صديق. حبيبي علمني أن الحب ما يدوم، والسند اللي كنت معتبرة سند علمني أنه ماكو سند بس رب العالمين. وقلبك قد تكون الموهبة مخبأة بداخلك منذ نعومة أظافرك، وقد تحتاج إلى سنوات طويلة لكي تجد بنفسك ما أنت قادر على الإبداع فيه. ضيفنا الليلة مختلف عن الآخرين، فريد من نوعه، يبحث عن الامتياز ولا يرضى بأقل من المركز الأول، وكان يقف أمام المرآة ويتخيل نفسه سوبرمان لينقذ الجميع من خطر الأشرار. أي رايدك من الله واتمنى اكلي، في اول مره احب واحد واتخبر عليه وروحي تبقى بيه. طالب اخراج في البدايه، منتج في الوسط، مطرب في النهاية، صاحب أفكار مجنونة، نعم نتفق على ذلك، فهو يبحث عن صنع الفارق وهو كذلك. لا يجب أن ننسى بأنه يرعى العديد من الفنانين الشباب بشركته الفنية الدار البيضاء، وهي إضافة في سيرته الذاتية يفتخر بها منذ ليالي زيون الجميلة وبمحل والده عشق المجال. دعونا لا ننسى الهدف، أغانيه حصدت مئات الملايين، والسر في ذلك الاختلاف. تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال، خبر وركض وراك يعمت عين النساك، لك ضيعاني وراك فد وارجع ليها هوي، وعوف كل العالم ضل يمي بس بقالي. ضيفنا مشاكس، أنتج ما يقارب 700 أغنية وأخرج حوالي 150 على مدى 10 سنوات، يتمنى أن يكون مصدرا للطاقة الإيجابية، ورسالته الأمل في قلوب المتابعين. أريد أشرد بيك بغداد يجنن على دجلة الخير وحمود الخير، جينا مطمئن على الغالي أستاذ ربا، أنا والفنان سعدون جابو. مصطفى يعشق هيثم يوسف، والعصفورة قالت بأنه أعزب ولكنه يعيش حالة حب جميلة. تهي بعدك دنيتي يا توم الروح، يا حب من قلبه ما يخون، يطلب حبه مجنون. مصطفى اسم على مسمى، نعم لديه العديد من الأسرار، وهو مخبأ للأصدقاء، محطة للاهتمام. مصطفى دون شك هو الرقم الصعب في المجال الفني العراقي. حسين الطائي، صدى الملعب. أريد أرجع يمه، الوضع يختلف.